باسم إدارة فرقة الراجف وأهالي الراجف جميعا نرفع أسماء آية التهنئة والتبريك إلى مقام مولانا المفدى بمناسبة جلوسه على العرش، سائلين الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، ويشرفنا كفرقة الراجف أن نشارك بهذه الشيلة الوطنية والتي هي بعنوان دار الهواشم، والتي ستعرض لأول مرة الآن في هذا الحفل، وهي من كلمات الشاعر ونجم فرقة الراجف الشاعر مد الله المناجعة الذي الشاعر مد الله المناجعة الذي نعتذر عن حضور اليوم بسبب تواجده في المملكة العربية السعودية ومشاركته في مهرجان رسمي في المملكة العربية السعودية. نترككم الآن مع شيلة دار الهواشم، ويشرفنا أن تعرض لأول مرة من مدينة التاريخ والفخر معان العز والشموخ. الأردن اللي لها في قلوبنا شان، دار الهواشم عشقناها وحبينا، تبقى مثل روحي ودمي وشرياني، ما نوفي حقوقها مهما تغنينا ما دامها في حكم عبد الله الثاني. ملك الأردن أنتم يا شريف الشرفاء، قسما إنا سنمضي معكم دون رياء دون كذب أو تملق، نحن للعرش فداء. بسم الله بديت أفخر فيك يا أردن الشجعان، من إحساسي بأنفاسي حروفي لك أسجلها، جنوبك ساحل ومينا وبعد منها نجي لمعان، أهل طيبة وهل نخوة ما تنكر فعايلها، طفيلة وانكرت فيها حماة للوطن فرسان، على جمع العدو فيها تجلت في مراجلها، أفداكي با
الأستاذ عامر الشراري رئيس المجلس التعليمي أصر على تكريم